وأنتقل مباشرة إلى وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السيدة منال عبد الصمد عبر تطبيق زوم. مساء الخير ست منال. الله يخليك، مساء الخير. طبعا يعني كان اليوم في جو ضمن إطار التدابير المتشددة التي ستتخذ بالأسبوع المقبل، أيضا عدم استثناء الصحفيين من منع التجول، وانحكى أنه جربت تتواصلي مع وزير الداخلية حول هذا الأمر. فعليا يعني مين وراء هذا الاقتراح، وهل فعلا سيتخذ هكذا قرار؟ بداية أكيد نحن أبدا مش مع أنه نمشي بهيك قرار، وأكيد منع التجول هو يطبق على سائر القطاعات باستثناء القطاع الإعلامي. كان في شقين اليوم، كان الأول موضوع هو مع وزير الداخلية بالنسبة للمحاضر الضبط يلي نظمت بحق إعلاميين كانوا عم يتجولوا اليوم، ونحن القرار كان واضح أنه ما يسري على الاستثناءات ما بعد الساعة 6 بخلال الأسبوع، يسري ايضا الاحد، والاعلامي هو عم يغطي الحدث ولا يمكن استثنائهم هالاحد، فعلى هالاساس اتفقنا انه الاستثناء يشمل ايضا الاعلامي وما لازم نمنعه من التجول. اليوم نسمع كمان بخبر جديد، وهذا الخبر هو ناتج عن اجتماع اللجنه الطبيه يلي اجتمعت 4 ساعات افتراضيا عبر زوم لحتى يتم اقتراح، عده اشخاص اقترحوا بقلب هاللجنه انه يكون في استثناءات ضيقه جدا، وهالاستثناءات ما بتشمل الإعلاميين، وبالتالي هون أكيد نحن بنستنكر هالشيء، لأنه الإعلامي هو يوازي عمله عمل الطبيب وعمل الممرض، وهو بالصف الأمامي بتصوير الواقع وبتغطية الحدث، فبالتالي من الضروري أنه بس منال، مين تحديدا من هاللجنة الطبية اللي اقترح أنه عدم استثناء الإعلاميين؟ يعني بس بنحب نعرف من بنات أفكار مين هالقصة؟ هلا بالنهاية اللي عرفنا انه اللجنة تبنت هيدا الاقتراح وبده يطلعوا فيه بكره امام اللجنة الوزارية يلي اجتماعها بكره الساعة 10، لحتى اللجنة الوزارية كمان تقدم اقتراح امام مجلس الاعلى للدفاع الساعة 3:30. بس بالنهاية طالما صدرت هذه التوصية عن اللجنة الطبية، يعني ما بدنا نفوت بتفاصيل مين اللي طرح هيدا الاقتراح، وعلى معرفة انه يعني كان في عدة اشخاص هن اللي اقترحوا هيدا الاقتراح، واكيد هيدا مش مقبول ابدا، لانه ما بقعد في مخبر، يعني مين بده ينزل يقول للدوله او للاداره او للسلطه انه صار في التزام كامل او عدم التزام بالقرار اذا ما في مين يصور او ما في مين يغطي هذا الحدث. على كل حال هلا بعد شوي رح يطلع معنا الدكتور عبد الرحمن البزري، هلا بنستفهم منه مزبوط يعني الان بفتكر يعني هلا الدكتور عبد الرحمن هو ما كان على معرفة، ما كان موجود بهذا الاجتماع، الاجتماع هو انعقد مع اللجنة الفنية يلي بيرأسها اللواء أسمر. لكن ما زال عارفة حتى مين ما حضر، يعني عارفة مزبوط مين مين يعني. لا أنا ما بحب أفشي يعني بأمور، لأنه مثل ما قلت لك بالنهاية في عمل جماعي تم أخذ على أساس قرار، هالقرار سواء بالإجماع أو بالأكثرية بالنهاية صار في توصية من هالقبيل، وهيدا الشيء نحن اللي أكيد ما بنقبل فيه. طيب بس بكرة نظر عن مين اللي طرح بكرة، بس إني أكيد يعني جهاز أكيد متخصص يلي هن اليوم كانت اجتماع للجنة الفنية وليست ما كان فيها يعني أكيد الوزراء و طيب بكرة لما ينرفع دكتور. بكرة شو رح يصير لما ينرفع هذه التوصية للجنة الوزارية؟ شو رح بيتم عدم الموافقة عليه يعني عن موضوع الصحفيين؟ يعني أخذت التزام بهالأمر؟ لازم نحن اكيد نحن مع التشدد بالاجراءات، لانه صارت كورونا وصلت لحد خطير جدا وما لازم نتهاون فيه، الاستثناءات لازم تشمل الاعلام، ولكن اكيد هون من الضروري ان ننظم هذا الموضوع لحتى ما يكون في كمان توسع بالتطبيق، وبالتالي نحن بدنا نقترح انه استثناء ان يشمل الاعلاميين ضمن اكيد ضوابط معينه اللي هي بالتنسيق مع الوسائل الاعلاميه مع النقابات المختصه لحتى نوصل لحل بيقدر يخدم يعني الاعلام وبنفس الوقت ما بيأذي قضيته يلي هي مرايه لواقعنا، وبالنهايه هن مثل ما قلنا بالخط الامامي، وهذا الشيء اللي اقترحناه حتى اليوم انا بعد متواصله مع الدكتور بزري ومع الست ايمان شنطيتي ومع الوزير حمد حسن، لحتى يكونوا كمان الاعلاميين هن من الاوائل في تلقي لقاح كورونا، لان
هن ما بيفرقوا عن الطبيب أو الممرض اللي عم بعرضوا حاله للخطر، يعني عم بروحوا يغطوا الحدث ضمن المستشفى وخارجها مع أشخاص مصابين أو مع المخالطين لهم. بالنسبة لهي النقطة يعني بالتحديد، هذه نقطة مهمة، هل سيشمل، يعني قالوا لك إنه رح يشمل موضوع الإعلاميين تلقي اللقاح كأولوية؟ نعم. يما ما أكدوا لي. نعم لا، نحن أخذنا وعد بهالشيء، لأنه كنا عاملين اجتماع افتراضي وأخذت وعد بهالشيء أنه رح ينزل هيدا الاقتراح ضمن توصية اللجنة المختصة باللقاح. شكرا لك وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد على هذه الإطلالة. شكرا ست منال.